بونجور، معكم مدام مها. أنا بالوحدة الأولى صف العاشر بالاستيعاب الشفهي. عملنا القسم الأول من الاستيعاب الشفهي، وهلأ بدنا نكفي. وصلنا عن الاستيعاب الشامل، قلنا نسمع أول مرة تسجيل عشان نعمل استيعاب شامل. أنا هلأ خمية با الخطوة الأولى بدي أعمل كومبريونسيون جلوبال. قلنا صفحة 8 بدنا نسمعوا تسجيل الصوتي اللي هو راح يسمعوا هذا الحوار، ونحن قريناه قبل هالمرة. نحن هلا بس مشان حتى نكتب كيف التحضير. بدي أعمل فيريفيكاسيون دي زيبوتيز، أتأكد من إنه هن فهمانين علي تمام. فأنا هلا لانسينيون دو موند اللي هو اللي أنا بدي أطلب من المتعلمين إنهم يقروا لا ليست دي مو نوفو، لأحكي كلمات جديدة دون لا روبريك في العمود اللي اسمه فوكابولير. إذا بدي أقول لهم ليزي لا ليست دي مو نوفو، اقرأوا الكلمات الجديدة في العمود اللي اسمه فوكابولير. بوي إل باس لانغوجيسترمون، ثم بسمعهم تسجيل. إذا بقوا حتى لا باسي إر لأنه هي تعليمة إلي، باسي لانغوجيسترمون سمعتوا لي. Il mène une discussion. لازم أعمل نقاش معهم. بحط une discussion. مشان حتى نشوف إنه فهموا تماماً ولا لا. استيعاب شامل مثل ما قلنا. نحن بالاستيعاب الشامل. كيف بدي أتأكد إنه هن صار عندهم استيعاب شامل؟ لازم أسألهم أسئلة. راح أسألهم De quoi s'agit-il؟ شو القصة؟ بيقولوا لي c'est une interview، هو هذا اللقاء. بقول لهم combien de personnes parlent، كم شخص عم يحكي dans ce document، بهالتسجيل. بيقولوا لي 3 personnes. بقول لهم qui sont-elles، مين هن؟ بيقولوا لي l'animatrice، المذيعة. أنا هذا ما بدي أكتبه، الإجابات ما بدي أكتبها، هن بيقولوا لي إياها. المذيعة فيرونيك اللي هي une avocate محامية، سوفي اللي هي une dentiste طبيبة أسنان. هلا بقول لهم سوفي اتيل دون لو ستوديو، هل هي سوفي في الاستوديو؟ بقولوا لي نو سي اون اوديتريس دو ليميسيون، هي مستمعه في البرنامج. هلا ما راح يعرفوا يقولوها هي بالفرنسي، يقولوها بالعربي، وانا برجع بعيده وبخلي اللي قالها يعيدها. دو كوا بارليتيل، عن شو عم يحكوا؟ دو لا بون جيستيون دو تون، عم يحكوا عن اداره الوقت الجيده، عم يحكوا عن لي بون استيوس العادات او الحيل الجيده pour surmonter les défis du quotidien، لتجاوز تحديات الحياه اليوميه. هلا il demande، هو il يعني انا، il demande aux apprenants de s'assurer انهم يتاكدوا، بطلب منهم يتاكدوا من فرضياتهم en demandant à quelques apprenants، بيني اطلب من بعض التلاميذ de passer au tableau، يطلعوا على اللوح pour éliminer les hypothèses، يحذفوا الافتراضات اللي هي غير صحيحة. إذا بحط إليميني، حذف les hypothèses incorrects، حذف الإجابات الخاطئة. دوزيام بار، الخطوة الثانية. هلا فيريفيكاسيون، بدنا نتأكد من الاستيعاب الشامل. لانسينيون دوموند أوز أبخونون، هلا بدنا نروح على التمارين. بعد ما سألتهم أسئلة وعرفت واستبعدنا الافتراضات الغلط، هلا بدنا نعمل تدريبات. فبقول لهم فيت، عملوا انديفيديوالمون، فرديا الاكتيفيتي بي، التدريب بي كي كونسيرن اللي بتعلق بيه لي زيليمون دو لا سيتوياسيون، اللي بتعلق بيه الموقف الحواري اللي قلت عليه، هو كي، مين، اكي، مع مين، او، وين، كان، متى، دو كوا. عن هذا ليش حطيت تحتهم خط؟ هذا لكم تتعرفوا quels sont les éléments، شو هن عناصر la situation de communication، شو هي عناصر الموقف الحواري، هي نعرف مين ومع مين، مين عم يحكي ومع مين، وين وايمت وعن ماذا. هدول من اهم الاسئله اللي نفهم فيها عناصر الموقف الحواري. puis il passe، ثم il، هي انا، il passe une correction collective، يعني بعمل تصحيح جماعي. بحط خط تحت une correction collective، نوت او تابلو، بكتب على اللوح لي ريبونس. اذا بحطيت هوني بوين تحت خط نوتي، تسجيل او تابلو على اللوح لي ريبونس، بس لي ريبونس اجابات احد الطلاب هن يصححوا. هلا بدي انتقل ل
دوزيام بيريود الحصة الثانية، قلنا الاستيعاب الشفهي هو بحصتين، الحصة الأولى لغلاف الكتاب غلاف الوحدة، الحصة الثانية والثالثة هن الاستيعاب الشفهي. هلا أنا بالبيريود دو بالحصة الثالثة، تغوازيام إيتاب ثالث مرحلة دوزيام إيكوت، نسمعنا التسجيل للمرة الثانية. ليش؟ لحتى نعمل عملنا استيعاب شامل، نعمل استيعاب مفصل. أناليز ديسكورسيف يعني أناليز ديتايي مفصل، باج 9 صفحة 9. هالمرحلة هي إتيود أبروفوندي دراسة معمقة، كي بور بوت هدف دو روبيري لي زوتي لانغويستيك تحديد الوسائل اللغوية من كلمات اكسبرسيون تعابير غلاتيف او تيم تتعلق بالموضوع اللي هو لي ديفي دو كوتيديان تحديات الحياة اليومية الاكت دو بارول ولا كمان عملية الكلامية اللي هي كيف بده الواحد يحكي بارلي دو لا جيستيون دو تان كيف نتحدث عن إدارة الوقت حتى المتعلمين يستخدموها في المرحلة اللي بعدها. هذا كله مبدأ أكتبه، بحط ديرولمون مسار درسي بخمية با الخطوة الأولى، لانسينيون في ان رابيل بعمل تسكيل إذا بحط ان رابيل ان بوزان دي كيستيون بطرح عليهم أسئلة، بس أنا بدي أطرح أسئلة بعرف إيش بدي أعمل تتعلق بعناصر الموقف الحواري انطلاقا من الصورة، وبعدها بطلب من التلاميذ أنهم يسكروا كتبهم. إذا بقول لهم فيرمي زد فو ليف سكروا كتبكم اي دو بروندر دي نوت و انهم ياخذوا ملاحظات اي بروني زد دي نوت لور دو ليكول وسجلوا ملاحظات لما عم تسمعوا. وبعدها بعمل بسمعهم التسجيل الثاني باسي لانغوجيسترومون سمعني، وبعدها بنعمل اون ديسكوسيون نقاش عام لحتى اتاكد، يهدف الى تحديد شو هي الوسائل الجيده والتعابير المستخدمه للحديث عن اداره الوقت انطلاقا من اسئله. هلا بدي اسال بالاستيعاب العام بسال، والاستيعاب المفصل بسال، بقول كي من اون في رابيد، مين اللي عايش حياه سريعه؟ بقولوا لي فيرونيك تعيش حياة سريعة. بقول لهم بوركوا ليش؟ بيقولوا لي باسكو لو موند، لأنه عالم العمل ني با فاسيل ليس سهلا على امرأة متزوجة. بقول لهم كيسكيل في بوك سورمونتي سي ديفي، شو عملت لحتى تتجاوز مصاعبها تحدياتها؟ إل سي بيان، عرفت كيف بروفيتي دو سون تون تستفيد من وقتها إي دو سافي ومن حياتها. إسكو سوفي سو ديبروي، هل سوفي تصرفت جيدا في حياتها اليوميه؟ بيقولوا لي نو. بقول لهم بوركوا؟ طبعا انا ما هي ما بدي اقول، بيقولوا لي إيه لا ما عرفت تدير امورها. ليش؟ باسكو لي اون فام ماري، لانها امراه متزوجه مير دو دو انفون وام لطفلين. إلي دانتيست، هي طبيبه اسنان وفي عندها برنامج تقيل. كي ويا دوني دي كونسي، مين اللي اعطاها نصائح؟ هي كلها اسئله تعمق في النص. ومين اللي عطاها الأسئلة وشو هن النصائح ومين هن؟ رح يقولوا لي فيرونيك، ورح والنصائح هن تستفيد من وقتها، تنظم مفكرتها، برنامج يومي تبع شغلها، أغيبي أتان تجي على الوقت، تستفيد منيح من وقتها. بقول لهم إيه كومو؟ لا كيف بروفيت بيان دو سون تان، مين اللي عم يستفيد من وقته؟ إيه كومو وكيف؟ مين اللي عم يستفيد وكيف؟ فرح يقولوا لي فيرونيك، فيرونيك عم تستفيد لأنه هي عم تنظم منيح وقتها، وهي بتعرف مبدأ حطهم هدول، وهي بتعرف منيح كيف تستفيد من وقتها ومن حياتها. هلا في حال إن ما عرفوا يعني ما عطوني الأجوبة ما فهموا علي، أنا بصيغ الأسئلة بطريقة تانية، بعدين بسجل على اللوح نوتي أو تابلو، بسجل او تابلو لما بسجل على لوح الكلمات اي لي زيكسبرسيون والتعابير المتعلقه بالفكره. طبعا ان هدول انا المفروض اكون بعرفهم، اذا حبيت اسجلهم بسجلهم. مني ان في رابيد، انه واحد يعيش حياه سريعه، بروفيتي دو سون تون يستفيد من وقته، سو ديبروي او كوتيديان يتصرف في حياته اليوميه، بروغرام سور شارجي البرنامج اللي ملان، افوار دو مال ا تروفي دو تون، هذه كلها تعابير وكلمات متعلقة في الموضوع، هدول كلهم بيفيدون في
موضوع، بس أنا ما بدي أسجلهم. دوزيام با الخطوة التانية، هلأ فيريفيكاسيون بدي أتأكد إنهم فهموا الفهم الديتايي المفصل. لونسينيور دوموند أو زابخونو راح أطلب من الطلاب فيغ لاكتيفيتي، بقول لهم فيت ليز اكتيفيتي، اعملوا تمرين سي و دي، وبعطيهم بضع دقائق لحتى يعملوا انديفيديوال، ما بقول لهم فرديا، عملوه فرديا لحتى يعملوا تدريبات. وبعدها بننتقل لمرحلة التصحيح، بحط خط كوريكسيون تصحيح اون دوموندون اشاك ابخونو، وبطلب من كل تلميذ انه يشوف اجاباته مع اجابات رفيقه. انسويت يل باس اون كوريكسيون كوليكتيف، هلا بحط اون كوريكسيون كوليكتيف تصحيح جماعي، وبسجل الاجابات الصح، اذا نوتي او ار لي ريبونس لي بون ريبونس، تسجيل الاجابات الصح او تابلو بس لحتى هن يتابعوا معي ويصحح كلمة لحاله. ننتقل للمرحلة الأخيرة، passer à l'action، المرحلة الأخيرة اللي هي appropriation، التعلم، صار في استيعاب وصار تركيز المعلومات الشخصي. باج 9 صفحة 9، هالمرحلة تهدف إلى إعطاء المتعلم فرصة يرجع يستعيد استخدام الكلمات والتعابير المسجلة على اللوح لم أثناء الاستيعاب الشفهي، لحتى بعدين بده يتعلم كيف شو هي النصائح اللي بتفيده لإدارة وقته. إذن ديغولمو المسار خميبا كتير سهل التحضير، بس إنه أنا أحط المعلومات اللي للطالب بالأذن والمعلومات اللي أنا بدي أعملها بالأذن. Avant de faire l'activité, قبل ما أعمل هل التمرين هاد، l'enseignant passe de nouveau l'enregistrement. إذا برجع بسمعهم من أول وجديد، passe l'enregistrement. بسمعهم يلا حتى الطالب يجمع أفكاره كلياتها، يجمعها كلياتها. خلص نعمل استيعاب الشامل والمفصل. الأستاذ بطلب من التلاميذ إنه يقروا ليزي، اقرأوا ليز أستيس الحيل أو النصائح أو الوسائل المذكورة في الكتاب في التدريب. ثم بطلب منهم أنهم يقروا كمان إيه لا كونسيني والسؤال اللي موجود في التدريب. كمان بقول لهم ترافايي، أعملوا زد أن تاندام كمجموعات لحتى يحللوا صيغة السؤال اللي بتتعلق بالنصائح اللي انعطت لسوفي لحتى تدير وقتها جيدا. بوي لانسينيون اكور، ثم بعطيهم وقت مناسب لحتى هن يستعدوا فرديا كيف بدهم يقدموا اعمالهم لشفهيا، وبدور بيناتهم لحتى اشوف كيف عم يشتغلوا لحتى أساعدهم إذا لزم الأمر. هلأ بحط دوزيام با الخطوة الثانية من المرحلة الأخيرة من الاستيعاب الشفهي. بعد ما بيخلصوا لا بريباراسيون، لانسينيون انفيت سيغتان بدعو بعض التلاميذ أباسي دوفون. هلأ بقول انفيتي دعوة سيغتان زيلي بعض التلاميذ أباسي دوفون لور كامارات، يطلعوا قدام رفقاتهم اي دو بريزنتي لور زاستيس، يقدموا النصائح اللي هنن عندهم. أثناء هالشي هاد أنا كمان بعمل كوريكسيون، بحط كوريكسيون تصحيح طبعا في حال لزم خطأ في استخدام الكلمات، خطأ في استخدام العبارات، أخطاء باللفظ، هدول كلهم أنا بسجلهم لحتى في حال أخطاء مشتركة بنرجع بنعمل تدريب تصحيحي. بيان بروفيتي دو سون طون. وكما بعطيهم هون هلا هون بالاخير شو هن النصائح المقترحه، انه واحد انا ما بدي اكتبهم، انه الواحد مثلا يستفيد من وقته، يخصص لحظات، هذا بيفيدكم بالموضوع للطلاب، يخصص اوقات للدراسه واوقات للتسليه، يحاولوا ينهوا الاعمال بوقتها بدون تاخير، انهم كل نشاط يعملوه بوقت المناسب. هدول كتير مهمات، هذا مهم
لما حد نطلب منهم كموضوع منقلن عليهم إذا رادوا أكتبون ياهم مثلا، ممكن أنا أعلمون ياهم لحتى إذا رادوا يستخدمون بالموضوع، كيف الواحد بينظم وقته بأنه يستفيد من الوقت، وأنه يخصص وقت للتسلية وقت للدراسة، وأنه يعمل كل شغلة بوقتها وبوقتها المناسب طبعا. وهيك لازم أكون خلصت أنا هلأ، وصلت على الاستيعاب على التعبير الشفهي، وخلصت الاستيعاب الشفهي. وكانت معكم مدام مها، بتقلكم أغفار على بخشي مفوار. باي باي.